Sementara itu, penduduk Palestin di Khan Yunis mengadakan solat sunat Aidiladha pada Ahad dalam situasi perang yang belum menampakkan pengakhiran. Orang ramai meletakkan sejadah antara runtuhan bangunan yang musnah, manakala kanak-kanak memakai pakaian yang masih ada untuk menunaikan solat sunat Aidiladha. صراحة شعور غريب لأنه كل سنة لازم نضحي، هذا يمكن العيد الوحيد اللي ما ضحينا فيه. حسينا بشعور أنه ما في عيد بدون أضحية، يعني سبحان الله الشوارع خالية من الأضاحي، الشوارع خالية من الناس، حتى ما في خان يونس ما رجعوا لها ناس كتير، فناس قلة اللي رجعوا لها، فالشوارع خالية من الأضاحي ومن الناس تقريبا. اليوم نحن في مصلى حي الأمل نعمل على شعيرة الإسلام أداء صلاة العيد. فاليوم يعني كما تعلم العيد بالنسبة للمسلمين ولنا أضاحي إرهاق للدماء، ولكن في غزة لا يوجد أي هذه من هذه المظاهر، لا يوجد أضاحي، لا يوجد أي شيء. فنحن الآن نضحي بأنفسنا، نضحي بأجسادنا، ولكن لا يوجد أي شيء من مظاهر العيد في غزة.